خوتي العزاز تبارك الله عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين. خوتي العزاز اليوم كتواجدنا واحده الكزنايه كما كتشوفوا معايا، نشوفوا واحد كراج كيتواجد حدا السوق ديال الكزنايه، فكزنايه نيت حدا السوق كما كتشوفوا معايا. كاين هذا الكراج هذا فيه 200 المترو، الارض فيها 200 المترو ولكن بنا 160 المترو، خلا واحد التراسه صغيره كما كتشوفوا معايا. السيد كان باغي يدير فيه القهوه، انتما كتشوفوا عنده ثلاثه ديال الواجهات، الواجهه من الفوق ومن تحت ومن القدام. واحد الشارع ديال 10، واحد ديال 15، وعنده هنا خلا هنا تراسه صغيره على حسب شكل القهوه. قال لك ملي غيفتح القهوه يدير هنا واحد تراسه صغيره لان ديالو هذوك. انتما هذا هو الشارع اللي كيدخل من الكزنايه، هذا كيدخل من الشارع ديال الكزنايه، شارع كبير. انتما كتشوفوا الكراج تبارك الله كبير. ديك الساعه ندخلوا نشوفوا الداخل، دابا نشوفوا الحي مع على برا باش تكون الامور واضحه. حاولوا تتبعوا فيديو حتى الاخر باش نعطيكم المعلومات عليه باش يجيكم بخير. انتما كتشوفوا الدنيا عامره تما، كاين المدارس، كاين السوق، كاين الحي عامر. انتما كتشوفوا راه الدرو كيطلعوا تما. السيد كان باغي يدير في القهوة، ومن بعد كل واحد الظروف ديالو، بعد فكر يبيع، باغي يدير شي حاجة أخرى، الله يعاون كل واحد. كما كتشوفو هادي التراسة ديالو، وهذا كما كتشوفو الكراج تبارك الله كبير. غادي نشوفو الداخل، هانتوما كتشوفو الكراج كيفاش عامل كبير. كما قلت لكم الأرض فيها 200 المترو، وهو بنا 160 مترو، خلى 20 مترو تراسة، وعلى الفوقي على 5 ديال المترو على حسب القهوة. انتما كتشوفوا الكراج كيفاش عمل، اللي عنده الغراض شحال واحد كيقول لي دبر لي شي كراج يكون باقي ما مكملش ويكمل عليه ويدير هو الشغل ديالو. وانتما كتشوفوا حنايا مرة كنجيبوا لكم الجديد، كنمشيو على حسب الطلب ديالكم، واللي خصو شي حاجه يتواصل معايا حنا موجودين. انتما كتشوفوا الارض دار فيها الكراج دار فيها الصح، فيه الحداد ديال 12 كامل، 8 ديال القطبان، لان هو بنا من راسو ماشي بنا باش يبيعو. هانتوما كتشوفوا الخوت، هذه الدوتشه، هذه كانت غتكون الدوتشه ديال القهوه، وهذه الطلعه ديال الدروج. نشوفوا الفوقي كما كتشوفوا تبارك الله الكراج كبير ما شاء الله كبير. انا قلت لكم تبنات 160 المترو. هانتوما كتشوفوا الحمد لله كل شيء واضح، كنحاول نوضح لكم كل شيء باش يكون كل شيء باين. شوفوا معايا مزيان، هادي غتكون الباب ديال الزنقة اللي غدخل للدار الفوقي. هادي الانسان اللي غيدخل عليها يتكسف عليها، ديك الساعة يهرسها ويدير باب الزنقة. هذا الدرج اللي كيطلع الفوق. اخوتي العزاز، باغي نقول لكم على حسب اللي الناس اللي كيتصلوا بيا، بعض الناس ما كنجاوبش على التليفون وشحال من واحد كيبقى فيه الحال، لان بعض الناس كيكون عليا الضغط بزاف، كيكون عليا الضغط بزاف، نتوما كتعرفوا معكم كنكون مشغول ما كنبغيش نجاوب، وتا كنكون مسالي بالليل عاد كنبقى نجاوب واحد واللي ما جاوبتوش يعاود يتصل بيا، وكنتمنى منكم المسامحه بزاف، وما تقلقوش مني، شحال من واحد كيبقى يعيط لك كيتقلق، وهذا الشيء اللي كاين الخوت. ها انتم كتشوفوا هذا هو السطح ديال الكراج، غنوريكم الشارع الرئيسي ديال هاد القهوه ديال الكراج. انتما كتشوفوا الحديد، انا قلت لكم الحديد ديال 12 دار فيه الشارع، هو هذا اللي كيدخل من طريق الكزنايه، من طريق كبيره الكزنايه هو هذا. انتما كتشوفوا غير ندخلوا من الليل من تحت،
راه واخا كتشوفوا هيدا راه الارض غاليه هنا هذا الشارع هذا الارض هنا سولت انا بيدي سولت قالوا لي كتعمل هنا من 6000 درهم الفوق على حسب الا كانت غير فرشاده وحده راه كتعمل 6000 درهم 6500 ولكن الا كانوا جوج فرشادات كتكون زايده الثمن ديال اخوتي الثمن ديال الكراج لان شحال واحد كيتسنى غير الثمن انا كما قلت لكم الثمن السيد قال لي 160 مليون مع شويه ديال المفاهمه هنا شحال واحد غادي يسمع 160 مليون غتجي له بزاف ولكن اخاي انا بيدي جاتني بزاف ولكن ملي درت عمليه حسابيه جبرت ديك الشيء تقريبا هو هذاك اضرب 200 متر دير لها انت غير 6000 درهم عمل عمليه حسابيه بيدك 200 متر 6000 درهم كتجي 120 مليون ايوا شوف بني ديالي عاود ثاني 21 ولا 31 مليون ايوا هادشي اللي كاين المهم كما قلت لكم السيد كيطلب فيه 160 مليون ولي عنده الغراض يتواصل معايا وضروري غينقش شي حاجه ماشي واخا يطلب 160 مليون واخا ضروري انسان ضروري ما يتفاوض معاه ولكن تبارك الله الكراج كبير وجا في موقع مزيوان جا عنده ثلاثه الفرشادات ثم كتشوفوا الكراج عملو عالي للمستقبل اللي كيشوف راسو يقد عليه كاين ناس تبارك الله عندهم يقدوا عليه ويزيدوا له الله يعاون كل واحد الله يجيب تيسن اي واحد نتمنوا الخير اي واحد ان شاء الله حنا غير شباب وكنتواصلوا بين الناس كندخلوا بالخير بين الناس والله يجيب بالسهل اي واحد ان شاء الله الارض ملكيه ارض ملكيه ماشي محفظه باش تعرفوا حتى هذه وشكرا لكم بزاف اخوتي وسمحوا لنا والله يجيب تيسن اي واحد السلام عليكم